يتقدم هنالك الزعفران من يأتي مع المركز الأول الباحث عن المجد في هذه اللحظات وملكيت لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري في عملية التضمير والانطلاق للزعفران المسيطر مع المركز الأول. المركز الثاني في هذه اللحظات يتقدم الخوار، يأتي مع الخوار لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عبد الله بن علي بن واس الكتبي مع المركز الثاني في تضمير الخوار. المركز الثالث يصل عنيد الحامل الرقم 3 والمؤكد بأن شعار هجن العاصفة هي الحاصلة والخاطفة على النواميس الثلاثة في الأشواط الثلاثة التي قضيت قبل قليل، ويشارك عنيد في شوطنا الرابع وحاملا لإمبراطورية العاصفة، ويتقدم الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير مضمرا ومتابعا لهذا العنيد. المركز الرابع يأتي دور رابع المراكز ليتقدم مصيحان مع المركز الرابع لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الجنتلمان ينطلق في هذا المساء، أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي في عملية التضمير. المركز الخامس القادم مشوش مع المركز الخامس لهجن العاصفة والواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير المقدم لمشوش والمقدم للعديد من الأسماء التي دائما ما تشارك في أشواط العمالقة والكبار. المركز السادس يتقدم في هذه اللحظات الفارس لهجن الشحانية الذهبي سالم بن فاران المري، يتقدم مع الفارس في هذه اللحظات بينما نقلتنا إلى المركز السابع ليأتي دور بطاش مع المركز السابع ويتقدم وينطلق بطاش، بينما أيضا المتقدم هنالك ميهاب القادم مع المركز السابع لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مطر باللاحق الهاجري في عملية التضمير والانطلاق مع ميهاب ومع نجد في هذه اللحظات، بينما المركز التاسع القادم والمتقدم صوغان لسمو الشيخ محمد بن خالد بن أحمد القاسمي وسهيل بن سالم بن سهيل العامري في التضمير، والمركز التاسع من العاشر القادم في هذه اللحظات بطاش لسمو الشيخ ذياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين في عملية التضمير. إذن متابعينا الكرام في كل مكان، نداؤنا للعشر المراكز الأولى لرابع أشواطنا في هذا المساء وفي مهرجان المرموم 2015. العاصفة هبت وعصفت منذ بداية شوطنا الأول وبدأت أيضا مع الشوط الثاني من خلال زعفرانة مع شوطنا الأول وما رفقها من الضبي مع الشوط الثاني، ليأتي دور نشاب مع ثالث أشواطنا في هذا المساء ونحن ننطلق في شوطنا الرابع والعودة إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول في هذه اللحظات. الخوار اللي غير واحتل المركز الأول لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عبد الله بن علي بن واس الكتبي المقدم للخوار مع المركز الأول، بينما المركز الثاني في هذه اللحظات أيضا القادم مع المركز الثاني يأتي دور زعفران لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري مع المركز الثاني. المركز الثالث يتقدم في هذه اللحظات والانطلاق مع المركز الثالث، يأتي مع المركز الثالث والقادم والمنطلق أيضا بشعار سمو الشيخ سلطان بن زايد
آل نهيان والمضمر أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي المنطلق مع مصيحاني وصيحات النداء من الجماهير والمحبين لهذا الشعار. العاصفة تتقدم في هذه اللحظات وتنطلق مع عنيد لهجن العاصفة الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير، وتثق العاصفة وجماهيرها دائما بقدرات الواثق المنطلق مع عنيد المعاند على نواميس هذا اليوم. المركز الأول من خلال تقدم عنيد لهجن العاصفة وحمد بن راشد بن حمد بن غدير. يا سلام يا أبو حمدان، مسيطر مع عنيد كما سيطر مع الأشواط الأولى. المركز الثاني يأتي دور أم صيحان مع المركز الثاني لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان والمضمر أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي. المركز الثالث القادم مشوش مع المركز الثالث في هذه اللحظات، يتقدم مشوش أيضا لهجن العاصفة وحمد بن راشد بن حمد بن غدير، يقدم لنا مشوش مع المركز الثالث. المركز الرابع القادم والمنطلق زعفران لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري، ولكن هجن الشحانية هي القادمة في هذه اللحظات مع الفارس لهجن الشحانية وسالم بن فاران المري، يتقدم مع المركز الرابع الذهبي. ينطلق في هذه اللحظات المركز الخامس القادم صوغان في هذه اللحظات لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي وسهيل بن سالم بن سهيل العامري، هو القادم والمتقدم مع المركز الخامس. هكذا متابعينا الكرام نداؤنا لهذه الأسماء المتقدمة والمنطلقة، والعودة إلى مقدمة الشوط إلى عنيد. يا عنيد يا سلام يا عنيد، هكذا عنيد في المركز الأول لحجن العاصفة، ما زال مع الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير مع مقدمة الشوط. عنيد ويقدم لنا الجديد والمزيد من إنجازات العاصفة وبطولات العاصفة وثقة العاصفة بالواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير. المركز الثاني مصيحان يتقدم مع المركز الثاني وينطلق بشعار سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الجنتلمان أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي. المتقدم مع مصيحان ويبيل متابعة يبيل مراقبة وأيضا مشوش للعاصفة، بدأ يشوش على مقدمة الشوط من خلال انطلاقة مشوش لهجن العاصفة والواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير. أيضا القادم مع المركز الرابع والواصل هنا الفارس لهجن الشحانية الفارس، يتقدم أحد الفرسان والمحاربين دائما وأبدا من أجل الفوز والانتصارات سالم بن فاران المري، ويتقدم صوغان لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي سهيل بن سالم بن سهيل العامري، خطير للغاية صوغان المنطلق إلى المركز الرابع. ولكن متابعينا الكرام بينما نقلت أيضا إلى المركز السادس القادم بطاش لسمو الشيخ ذياب بن سيف آل نهيان والصادق فضل الأمين في المتابعة والاهتمام والعناية. هكذا متابعينا الكرام مسيرتنا في هذا الشوط ما زالت تسير، والعودة إلى عنيد اللي ما زال المعاند اللي ما زال المحارب من أجل الفوز مع المركز الأول. هكذا عنيد ومصيحان ومشوش، وينضم أيضا صوغان بشعار سمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي سهيل بن سالم بن سهيل العامري، أيضا يقترب في هذه اللحظات ويشكل الخطر ويشكل الإزعاج. 1200 وعنيد مع المركز الأول.
عنيد ما زال مع مقدمة الشوط، ما زال المعاند، ما زال المسيطر على المركز الأول، ومشوش أيضا يتقدم مع المركز الثاني. والكيل الأخير وهجن العاصفة، ولكن الفارس 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 يتقدم بشعار هجن الشحانية مع المركز الأول. غير في هذه اللحظات في طريق إلى مقدمة الشوط، وما زال العنيد هو المعاند، ولكن الذهبي سالم بن فاران المري يتقدم مع الشعار الأدعم، ينطلق مع الفارس. الفارس فارس الزمول في شوط المهجنات، انطلق الفارس لهجن الشحانية، وسالم بن فاران المري الذهبي 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 ينطلق مع الفارس، ينطلق مع الشعار العنابي، ينطلق مع الشعار الأدعم، لينقل السلامات إلى ميدان التحدي، إلى ميدان الشحانية، إلى دوحة الخير والمحبة والسلام، إلى دولة قطر الشقيقة. تهانينا لمحبي هذا الشعار وعشاق وجماهير الشعار العنابي الأدعم الكبير، شعار الإنجازات والبطولات مع الذهبي في عصره الذهبي لهذا الشعار. تهانينا لهجن الشحانية على فوز الفارس في المركز الأول. تهانينا لهجن الشحانية المركز الثاني مصيحان لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان المركز الثالث، مشوش ورابعا عنيد لهجن العاصفة، وخامس المراكز بطاش لسمو الشيخ ذياب بن سيف آل نهيان. إذن متابعينا الكرام في كل مكان نقدم الثانية لهجن الشحانية على هذا الفوز وانتصار الفارس في رابع أشواطنا في شوطنا المخصص للزمول المهجنات. تانينا لسالم بن فاران المري 13 دقيقة و 18 ثانية وثمان أجزاء من الثانية، بينما المركز الثاني وصل مع المركز الثاني مصيحان لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان مع أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي صاحب المركز الثاني. وتوقيت الزمني للمركز الثاني لحظة الوصول قاطعا مسافة 8 كيلومترات 13 دقيقة 21 ثانية وتسعة أجزاء من الثانية. تانينا والناموس، بينما المركز الثالث وصل مشوش لهجن العاصفة مع الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير. وتوقيت الزمني لحظة الوصول 13 دقيقة و22 ثانية وجزء واحد من الثانية. في هذه اللحظات أنقل الكلمة للأب الروحي سالم بن سعيد بن حضيرم. شكرا للزميل نايب بن سعود بلوي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا نتواصل وياكم من هنا من أرضية ميدان المرموم وعلى الهواء بثا مباشر عبر قناة دبي ريسنج ضمن فعالياتي ومهرجان المرموم 2015. نرحب أيضا بالغنوات الناقلة ويانا من هنا من أرضية الميدان ومن قلب الحدث، غناة ياس وغناة الدوري والكاس وغناة الريان والبدع وغناة الواحة الفضائية. مرحبا بالجميع هنا في دانة الدنيا دبي على أرضية ميدان المرموم، وفي هذا المساء مع سن الكبار مع الحول والزمول. تابعنا الأشواط الرئيسية، ذهبت الأشواط الرئيسية والهاترك لهجن